حسام البدري مدير فني النادي الاهلي. كابتن حسام هارد لك، النادي الاهلي بقى له سنه ونص تقريبا ما بيخسرش، لكن عايز اخد تقييمك لاداء اللاعبين النهارده واسباب الخساره من وجهه نظرك. لا طبعا، يعني انا بقول مباراه اكيد الخساره فيها طبعا، وثلاث نقاط كانوا مهمين بالنسبه لنا النهارده، لكن زي ما انا بقول اكيد طبعا في اسباب، ولا اسباب طبعا الاجهاد طبعا شويه مأثر علينا وبعض الغيابات، لكن مع ذلك انا بحيي اللعيبه لان اللعيبه النهارده ما قصرتش. سير المباراه طبعا كان في تباين كبير جدا ما بين بدايه المباراه اللي كان فيها في البدايه فرص لينا، وكالعاده طبعا بقول لو الفرص دي كنا قدرنا نستفيد منها كانت ممكن تغير نتيجه المباراه، لكن في كان طبعا عدم توفيق وعدم يعني حسن تصرف في الفرص اللي جات لها في الاول. بعد كده فرقه المقصه دخلت المباراه بشكل جيد، وانا بقول طبعا يعني الاجهاد اللي كان عندنا طبعا اثر شويه، لكن ضربه الجزاء ومع نهايه الشوط الاولاني كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، واعتقد مع بدايه الشوط الثاني كان في نديه بيننا وبين المقصة، ده كان سر المباراة طبعا، والتوفيق لفرقة المقصة بأداء طيب. يعني هو في توفيق وأداء طيب مع أداء طيبة، لأن ممكن أنت زي ما شفت أنت عدد الفرص والهجمات ليك أكتر بكتير من فرقة المقصة، لكن هم كانوا موفقين في الهجمات، وطبعا في أخطاء مننا الهجمات القليلة اللي اتعملت في الشوط الأولاني كان فيها توفيق بالنسبة لهم غيرت نتيجة المباراة، ومع ذلك كان في ضغط هجومي طبعا على مدار الشوط الثاني، لكن كان في توفيق عدم توفيق اظن بشكل كبير جدا لينا، وده بيبقى يعني وارد في كره القدم. يعني الاجهاد والاصابات الكتيره والغيابات الكتيره بالنسبه للنادي الاهلي ممكن تكون كانت احد الاسباب يا كابتن حسام النهارده؟ ما احنا اشرنا هي طبعا احد الاسباب طبعا. طبعا المباراه الجايه اكيد امام فريق طنطا عقب هزيمه من خلال مباراه النهارده، كابتن حسام كلامك مع اللاعبين خلال المرحله دي ايه؟ خصوصا النادي الاهلي كان بقاله فتره كبيره جدا ما بيتعرضش لهزيمه. لا انا كلامي خلاص على طول مباشره بعد المباراه مع اللاعبين، انا يعني حقيقه اللاعبين هم ما قصروش النهارده. سير مباراه ساعات واوقات كتير بيحصل ويحدث في كره القدم، ومع ذلك طبعا انت لو شفت سير المباراه المقصه ادت مباراه طيبه جدا 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 طبعا، لكن على الجانب الاخر اعتقد ضيعنا كم كبير جدا من الفرص، والضغط الهجومي طبعا مع استبسال من فرقه المقصه ادى طبعا ان احنا نخسر ثلاث نقاط مهمين النهارده. لك شكرا.